الاخوان السلام عليكم، سميتي ميكانور اللي ما كيعرفنيش، كندير لا ميكانيك دياغنوستيك الكترونيك ليبري دو كلشي وكلشي زاز. دونك ان شاء الله غادي نحاول نتقاسم معكم التجربه ديالي في الحياه والخبره ديالي في المجال ديال ميكانيك السيارات. تنشكر الناس اللي كيحطوا دي بون كومونتير، يعني كومونتيرات مزيانين اللي هما يعني كان اللي كينتقدوا يعني، ولكن نقد بناء وداك الشيء زوين. دونك تنشكركم، يعني تنشكر الناس اللي التحقوا بنا جداد معنا وكيستافدوا كل شيء، وهذا هو البلان. دونك ان شاء الله غادي نحاول ندوي لكم اليوم على لا سسبونسيون ديال اللور، و ملي غندوي على سسبونسيون ديال اللور غادي نحاول ندير ان اوتر فيديو من القدام، مي غادي نمشي بلوس بروفون باش الدراري انهم يفهموا اكثر، حيت لهاد الطريقه هادي خدامه مزيان باش اللي انتريسي يعني يعرفها السيرفاس يمشي معاها، ولا باغي يعرف يعني لو بروفون يمشي معاه حتى هو، وهذا هو البلان. يلا الاخوان صراحه يلا كيوصلوا لك لي كومونتير اللي انا يعني كتسنى انك تسمعهم، كيشجعوا كل شيء. دونك كنشكركم عليهم. دونك نبداو بمشيئه الله الاخوان. دونك بالنسبه لا سسبونسيون ديال اللور كاينين تقريبا 3 ولا 4 ديال النواع اللي فيها، مي اللي مستعمل بزاف هو لا سسبونسيون انديبوندونت اللي كتبان لكم بحال ما هكا هادي. الدراري ديروا بارطاج باش يطلع اللايف للاخوان اللي باغيين يستافدوا بحال هاد الشيء هذا. دونك كيبان لكم كاينه انديبوندونت، علاش كنسميوها سسبونسيون انديبوندونت؟ حيت نورمالمون دوريجين كان واحد البون اريير بحال الكاميو عنده البون اريير، كنقولوا حنا البون اريير، مي البون اريير ديال الرموك. دونك هذاك تيكون فيكس. اش كيوقع؟ انه ملي كنجدو فيراج كيتهز من جهه ويهبط من جهه. بالنسبه لا سسبونسيون انديبوندونت كتمكن ان كل رويضه بوحدها تقدر انها تسوكوسه، تقدر تجي حفره في هذه التسوكوسه والرويض الاخرين القدام يعني واللور كيبقاو في بلاصتهم، داكشي علاش سموها انديبوندونت. كاينه انطابل عندها واحد الشاسي تيكون الفوق هنايا بحال شاسي كيسموه كروس ممبر بالانجليزيه. دونك كان واحد الشاسي فيه بولونات تيشدوه مع لا كاروسخي، ومن هذا الشاسي هذا كينطلقوا لي بغا ديال لا سسبونسيون كما تيبان لكم. كيبان لكم اللي بغا ديالها منين خارجين شادين في داك الشاسي. بالنسبه لهادو الموديلات اللي قدام كاينين اللي فيهم واحد لاباغ ديال التورسيون لداخل، في دوك الموديلات القدام اللي الدراري اللي يعرفوهم راه فيهم واحد لاباغ التورسيون تقدر اجوستيها وكل شيء، مي بالنسبه لهادو يعني فيهم بحال قلتي ريجيد يعني قاسح ماشي انديبوندون. داكشي علاش عندهم مشاكل بزاف هاد لي سيلان بلوك هنايا حيت كياكلوا الدق. دونك ان شاء الله كي غادي نوصل لهم غادي ندوي عليهم بالتفصيل. دونك كاينين هادو وكاينين انديبوندونت. اللي بغى الكونفور كيشري هاد النوع ديال الطوموبيلات، واللي بغى يعني الطوموبيل اللي هز بها الصح وكلشي وسميتو، مي ناقصه شويه على هاد لي سسبونسيون هادو. المكونات ديال السسبونسيون ديال لورا الاخوان كاين امورتيسور. بالنسبه للامورتيسور الاخوان ملي كيموت كتولي الطوموبيله عندك تهربط من اللور، يعني بحال كتشطح من اللور. دونك هذا ملي كيموت كيدير داك المشكل. هذا ملي كيعيا ملي كتمشي ليه لا ريزيستانس كتمشي ليه لا خويا، علاش كيديروا الروسول بوحدو ما يدوسوا بوحدو؟ على حسب لا كونسيبسيون ديال لا سسبونسيون، حيت الا داروا مورتيسور هنايا وسط الروسول غيجي قصور وما غادي يخدمش، داكشي علاش كيجبدوا كيحطوا الفوق. الاخوان غادي ان شاء الله من بعد الله باش نجاوب الدراري باش كلشي يعني يتبع معنا ويستافد بلا ما نسميتو. دونك عندنا لامورتيسور هذا فيهم الغاز، فيهم ديال الزيت، فيهم ديال سميتو، دونك فيهم حتى اللي عندهم لا جيستيون الكترونيك بحال اللي في لي فولكسفاغن لي مرسيدس لي فواتور دو لوكس، راه فيهم واحد السسبونسيون اللي هي كوم كونترولي الكترونيكمون. دونك هادي ان شاء الله غندوي عليها ملي غادي ندخل غولف اخ، وغادي ندوي لكم على السسبونسيون اللور، وغندير اللايف باش نجاوب على الاسئله ديالكم الاخوان كاملين. دونك عندنا الروسول، ملي هذا الروسول هذا كيموت اش كيطرى؟ الطوموبيله كتهبط عندك لتحت شويه، علاش؟ حيت ما بقاش داك لا ريزيستونس ديالو، ماشي هذا اللي كيهز الثقل، هذا اللي كيهز الثقل، مي هذا ما تيخليش داك لو شوك، داك الشيء علاش كيسميوه لامورتيسور. ملي كطيح في شي حفره هو تياكل ديك الدقه باش ما ياكلهاش الكاروسري سينو غادي تعوج. دونك هذا الشيء علاش الدور ديالهم هو هذا، وهذا تيهز الطوموبيل كيخليها في واحد النيفو اللي هو يعني واحد النيفو اللي هو يعني لا ستابل الطوموبيل. بالنسبه للدراري اللي عندهم اللي عندهم الطوموبيلات بحال عندهم هذه كيهزوا عليها الدار، ملي كيسافروا بها كيكونوا الدار وتيكون تقل الفوق والتحت، وكتولي الطوموبيله هابطه بزاف عندكم. اشنو غديروا؟ كتشريو دي سبايسر بحال ما هكا. لاحظك اخويا الناس ديال الرشيديه كتاخذوا دي سبايسر بحال ما هادو، راهم كيدخلوا بين المونتيسول بين في الروسول هنايا كيدخلوا في الروسول وتيخليوه مهزوز، يعني هاد المسافه هادي ما كتبقاش تكومبريسا في ملي الروسول كيهبط
هاد المسافه ما كتهبطش وكتخلي الطوموبيل عاليه وكتبقى عندك لا ميم سسبنسيون ديال يعني ديال دوريجين ديالها اللي هي يعني كتخدم ليها على هادي. كاين اللي كيسودي دي بين هنايا مي ما خدامهاش حيت هذا اصلا متجور لهاد الدور هذا وتا هو تيدير لابسوربسيون ديال لي شوك ديال الطوموبيل عندكم. دونك كي الطوموبيل عندك تبقى تهربط يعني تبقى دير لي فيد باطو بحال الفعل ديال الباخره لامورتيسور مات عندك سواء ما كيتفرقوا على برا سواء كيتفرقوا على الداخل ديالهم يعني كيولي يعني ما كيبقاش يدير لا كومبريسيون لداخل ديالو. دونك الروسر المورتيسور هو هذا. بالنسبه للناس اللي عندهم الطوموبيلات تيشطحهم اللور يعني الطوموبيل كيشطحهم اللور وكيقرقبوا كاينين هاد لي سوبور هادو ديال الفريم ديال الكاروسي اللي هادو كاين ناس اللي كيديروا لهم تشغوي كاين ناس اللي يعني خوا عليهم المازوط ونساهم ما نقاهمش اش كيطرى لهم كيوليو مرخيين وملي كيوليو مرخيين كتكون غادي يعني في الطريق وسميتو ملي كتفرين ولا كتهد شي فيراج كتحس بالطوموبيل تتلعب بك عاد كترجع تقاد. دونك هادو من الاسباب الكبيره علاش حيت هما اللي لاصقين مع لاكاروسري ديال الطوموبيل عندكم حيت لا سسبنسيون سي انديبوندون وهادي تيكون الكاروسري اللور وكروس مامبر اللور وكروس مامبر القدام. بالنسبه لالينيومو هو الباراليزم ديال هاد الطوموبيلات هادو اللي عندهم لا سسبنسيون انديبوندون كان اللي ميني كوبر اللي هما سبور كان اللي اودي اللي بنزو سميتو تقدر دير اجوستمون ديال اوكي نوريكم هادي باش تفهموا هاد القضيه هادي ديال لالينيومو. دونك لالينيومو هو الباراليزم يعني الرويده كتكون مقاده بحال ما هكا الا كانت الرويده عوجه بحال ما هكا ولا بحال ما هكا تنقدروا اجوستوها في هاد الطوموبيلات هادو حيت هاد البره هادي كما تيبان لكم اللور نقدر نديفيسيو نخرجوها ولا نرجعوها كما بغينا. مي كما درت في الدرس ديال لالينيومو راه كاينين اللي ما فيهمش لاجوستمون ملي كتعوج عندك الطوموبيله بحال ما هكا ملي كتعوج عندك الرويده بحال ما هكا وانت ما يعني بالعين المجرده ما تقدرش تبان لك ما تقدر تشوفها راه حيت علاش ضربتي شي تروطوار ولا زلقتي على شي حاجه ولا شي حفره مجهده عوجاتو باش نرجعوه ما كاينش لاجوستمون في بزاف الطوموبيلات ما فيهمش لاجوستمون الفوق هنايا باش اننا نقدروا نرجعوا الطوموبيل ونخرجوها ونرجعوها. مي خصهم يحيدوا يديروا العبار ياخذوا شحال ديال شحال ديال الرونديلات خصهم العرض ديالهم وكيحلوا وكيحطوا الرونديلات وكيرجعوهم باش الرويده تبقى مقاده ما كتاكلش البنوات وما كتاكلش المازوت حتى هو وكتولي الطوموبيلك عندك غاديه مقاده عوض ما تكون تجر من جهه واخا دير لالينيو الباراليزم القدام ما كيصلح لوالو حيت اللور تيكون عوج. دونك هذه بالنسبه لالينيومون. بالنسبه لهاد لي بوشينغ اللي هنايا لهاد السيبورات اللي هنايا كما غيبان لكم هنايا هادو حتى هما كيتصبوا في الطوموبيل ولا عندك بحال باطو. مي هاد لي موديل هادو ما كتحش بها مزيان علاش حيت انديبوندون. مي في هادو بحال هادي اللي عندي انا خصني هاد السيبورات هادو ماتوا فيها خصني نبدلهم. دونك حاليا انا كما تيبان لكم شوف كما تيبان لكم هذاك تيضرب في 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 الفريم يعني كيضرب هاد البيم هذا تيضرب كيمشي وكيجي كما كيبان لكم كيضرب وما خصوش علاش حيت الطوموبيل ملي كتكون غادي بها بجد ولا كتكون غادي في دوك الحفارين اللي في الطريق الوسط محفورين في الطريق مقاده كتحس الطوموبيل عندك هي اللي سايقه ماشي انت اللي سايق حتى هذا كيتسبب في المشكل وتيبقى مرخي. دونك نكملوها الاخوان بالنسبه للور هنايا بالنسبه للكاردات كاين الدراري اللي عندهم لي فيبراسيون هو داك الترعاد داك الترعيده اللي كتجيك في الطوموبيل عندك. اول حاجه قبل ما نمشيو للكاردات كنشوفوا البالونسمون ديال البنوات عندنا البالونسمون هو ليكيليبراج تنهزو الرويده تنحطوها في ماكينه وفين ما عواجت كنزيدوها هاد لي بوا هادو هاد لي بوا. بعض المرات اش كيطرى الاخوان بالنسبه للناس اللي كيديروهم يعني اللي كيديروهم يعني على برا هنايا طيطيرو وملي طيطيرو الرويده كتعواج ما كتشوفش كتعواج ملي كيولي لو بوا الوزن ناقص في جهه وزايد في جهه وكتولي ترعاد عندك. دونك اول حاجه الاخوان ملي يكون عندكم ترعاد في الطوموبيل عندكم هي قلبوا البالونسمون ديال البنوات دو ان دو دو. بعض المرات شنو كيطرى ملي كنمشيو عند الميكانيسيان كيحيد الرويض وما كينقيش هاد الهوب هذا. دونك هو تيحيد الرويضه تيدير الخدمه اللي غادي يدير مي ما كينقيش هذا. انا كنأكد ديما انه يكون نقي يعني ما فيه حتى شي حاجه باش الكونتاكت بين هذا
والهاب ديالكم تتكون الرويضه مقاده، يعني لا تقام قاده وما مجروراش من جهه، حيت كاينه شي وسخه اللي كتدفعها واخا تزيرها ببينسا ما غتبدل والو، حيت داك لو بوا حيت داك الوسخ اللي كاين تيدفع الرويضه اللور، وديك الساعات كتبقى تشطح عندك الطوموبيل وما غاديش تفهم من جاي عندك شطح ديال الطوموبيل. حنا هنايا الدراري اللي عندهم الفرانات ديال اللور اللي فيهم طوماك اللي فيهم لو موتور الكتريك، دونك ديجا درت عليه فيديو كيفاش كنرجعوهم بالسكانر كيفاش كنرجعوهم يدويا. بالنسبه ليدويا كتحيد الفيسات ديال الموتور تتخرجوا كدير كديفيسي، مي احسن حاله ديرو بالسكانر وتهنا، او سينو الا كنت شويه قوي الفز راه غادي تحيد هذا الكونيكتور هذا غتاخذ 12 فولت غتخشي ليه الضو ديال الباتري 12 فولت ديال الباتري غادي يدور داك الموتور اللي فيه غادي يرجع اللور، حيد الفرانات ديالك دفع البيستون بدل الفرانات ركب، وديك الساعات كي كديماري الطوموبيل راه تيرجع لراسو ولا كدير ولا كدير ترجعو نتايا يعني بال 12 فولت ديالك. سينو راه ملي كديماري كتهز فرانمان لو موتور هنايا غادي يدير الدوره غادي يدير لا كورس ديالو باش انه يقدر يدفع لينا يدفع لينا البيستون جهه لي بلاكيت. دونك هذا موضوع اخر ان شاء الله غادي ندوي عليه من بعد. دونك بالنسبه لهادو تقريبا هادشي اللي كان في لي سسبونسيون اون اريير. بعض المرات كيجيكم التقرقيب هنايا ملي كيكون دوي على بعض التقرقيب اللي كيجيني كتكون غادي كتسمع طومي كتقرقب عندك، كاين هاد البوشينغ ديال لاموغتيسور هنايا اللي كتعيا كما القدام حتى هي وكتبقى تقرقب مع الشاسي. لاموغتيسور ميت سالا دونك كيولي هذا هو اللي كياخذ داك لو شاك، وملي كياخذ لو شاك ما كيقدش عليه وكتحس داك تقرقب ديال الطوموبيل. لي بلاكيت ديال الفران الا ما كانوش يعني مقادين بلاصتهم الا كيتحركوا ولا لي شيم عندهم ولا يعني ترخاو ولا لا بلاكيت كتلعب فين ما تشد شاح فراس عندك طق 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 طق. دونك هذاك لو بغوي تيجي من لي بلاكيت اللي كيكونوا مرخيين في بلاصتهم. ثالث حاجه كيجي البغوي من لا باغ ديال ستابيليزاتريس، يعني لا باغ ستابيليزاتريس هي هذيك اللي كتبان لكم، وهذه فيها واحد السيلان بلوكات حتى هما ملي كيعياو تيوسعوا وكتولي تقرقب الطوموبيل من اللور اشاك فوا كتشد شي حفره كتقرقب. وسينو راه كاين لي لينكيت هما هادو اللي هنايا وهاد اللينكيت هذا هو اللي كياخذ الدق باش يعني ما نبدلوش لا باغ ستابيليزاتريس كنبدلوها لينكيت بوحدو ملي كيعيا، وحتى هو راه عنده بوشين ديالو وفيه لاغريس، وكاين اللي كتشريهم كدير لهم لاغريس وكيبقاو يعني الحياه كامله. ونورمالمون في اللور ما فيهمش المشاكل، مي في القدام في لا ستابيليزاتريس القدام فيهم مشاكل بزاف حيت هما اللي هازين الثقل ديال الموتور. بحال هذا الموديل هذا فيهم هادو اللي هما اون بلاستيك ديال فولكسفاغن، مي تقدر تبدل لابار الا كنتي كدير الكورس ولا شي حاجه تبدل لابار وحده عرض منها باش الطوموبيل تستابيليزا عندك. سينو بالنسبه لهادي تخليها بحال ما هكا وهذا هو البلان. دونك الاخوان كنظن اننا درنا دويره على لا سسبونسيون لور وعلى المشاكل ديالهم وسميتو، وبالنسبه اللي عندهم يعني استفسارات على لا سسبونسيون باش نبقاو يعني كل فيديو نحاولوا نبقاو ان شاء الله غندير لكم شي كاع المواضيع، مي كل موضوع نحاولوا نبقاو في الموضوع باش ما نخرجوش من الموضوع، يعني ملي كيكونوا في لي كومونتير ديال اللي كيدوا على المواضيع الاخرين ندوي على سسبونسيون حاليا في لي كومونتير ديال لا فيديو، وديك الساعه نقدر الا محتاج نعاود فيديو اخر ما عندي حتى مشكل، وباش كلشي انه يفهم ويستافد ويعرف انه كل سسبونسيون كي دايره والدور ديالها وكلشي، وهذا هو البلان. بان لكم هادشي كوم يعني بازيك قولي لي في لي كومونتير ندير داكشي شويه ان بو كومبلكس، مي حاليا بالنسبه ليا انايا جكم الاغلبيه ديال الناس غادي يفهموا اشنو تنقول، وهذا هو البلان. دراري تهلا لي فرسكم نهاركم مبروك، ما تنساوش تابوناو راه باقي عندي 22% ماشي ابوني و70 وشي 78% نو ابوني كيشوفوا لي فيديو وكيمشيو مي متبعين لاشين على حسب لي داناليستيك. يلاه الدراري تهلا لي فرسكم نهاركم مبروك او